بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممن يشوه صورة الإسلام يدعي أن الحدود تشوه هذه الصورة، والحدود في الحقيقة محدودة. هناك حد السرقة بقطع اليد، وهناك حد الزنا بالجلد أو الرجم، وهناك حد القتل بالقصاص قتلا، وهناك حد الخمر، وذلك نحو 40 جلدة أو 80 على خلاف بين الصحابة ونحو ذلك. فالحدود في الحقيقة محدودة، ولكن على كل حال هذه الحدود لم تنفرد بها ديانة الإسلام، بل إنها توجد أيضا في الكتاب المقدس عند اليهود، فهم أيضا يرجمون الزاني، وهم أيضا يجلدون، وهم أيضا يفعلون هذه الحدود. وعندما جاء السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأراد اليهود أن يقيموا حد الرجم على زانية، قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. ذكرهم بشروط كانوا قد أخفوها، وهو أن من يقيم الحدود يجب عليه أن يكون طاهرا من هذه الذنوب وطاهرا من كل خطيئة. فلم يستطيعوا أن يجدوا هذا الطاهر الذي يقيم الحد على هذه العاصية. وإذا تأملنا هنا نجد أن السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد أقر الحد ضمنا، لم يقل لهم إن الحد فيه قسوة أو إن الحد غير مناسب، بل قال لهم طبقوا الحد بشروطه. الحدود هي أيضا كما أنها عقاب، إلا أنها لها شروط، وشروطها صعبة جدا. ولذلك فإذا تأمل الحكيم في هذه الحدود يرى أن حكمتها هي أولا أنها تعظم هذه الذنوب، وتقول للناس إن حفظ النفس والعقل والدين والعرض وملك الناس وأموالهم أمر في غاية الأهمية، وهو من مقاصد الشرع الشريف، وأن السرقة والزنا فواحش وبلايا ويجب علينا أن نبتعد عنها. إذن أول شيء هو أنها تكبر الكبائر وتعظمها في أعين الناس. السرقة هذا شيء رهيب، لماذا؟ لأن فيه حد تقطع فيه الأيدي. قضية ثانية، تمنع الناس خوفا، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، من الوقوع في المعصية، فهي تدرأ المعصية قبل حدوثها، بمعنى أنها تمنع الفساد في المجتمع. القضية الثالثة وهي الأقل هي أنها تجعل هذا نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني لو أنها طبقت مرة واحدة ترضع الناس أجمعين ويخافون خوفا شديدا من أن يلحقهم هذا الأذى وتلك العقوبة. لما نرجع إلى الحدود نجد أن الله اشترط فيها شروطا عجيبة. اشترط فيها أولا وأمر بشأنها أمورا عجيبة.
أولا أمر المؤمن إذا وقع في هذه القاذورات أن يستر على نفسه، أمر المؤمنين أن يستروا عليه، فإذا جاهر بها وكان فاجرا والعياذ بالله تعالى، بحيث إن الجميع قد شاهده ولم يستطع أحد أن يستر عليه، أو أن ضميره قد دفعه للاعتراف، فإنه يجوز له أن يرجع في هذا الاعتراف، وسنرى سويا كيف يرجع هذا عن اعترافه، بل أتاح للقاضي أن يرشده إلى الهروب من الحد إن صح التعبير. إذن الشريعة لا تتمنى قيام الحد، ولا ترى أن قيام الحد أمر يعني هو الشريعة، بحيث إن بعض الناس كلما يتكلم يقول نحن لا نطبق الشريعة لأننا لا نقطع يد السارق. الشريعة لم تأتي لقطع يد السارق، الشريعة جاءت لمنع السرقة، الشريعة جاءت للعدل بين الناس حتى لا يضطر أحد إلى السرقة، ولا يسرق حينئذ إلا فاجر. الشريعة جاءت من أجل حفظ الملك وليس من أجل تقطيع أيدي الناس. هذه تشويه لصورة الشريعة، لأن شروط الشريعة ليس كذلك. إذن فعلينا أن نتأمل فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام، حتى نصل إلى حقيقة إقامة الحدود وكيف تعامل معها المسلمون عبر التاريخ. فإذا عرفنا ذلك، عرفنا صورة الإسلام الحقيقية، وعرفنا إلى ما ندعو. بعد الفاصل نبين ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا بنا في رحلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اضرأوا الحدود بالشبهات، وليس بالأدلة ولا القرائن التي تقوم مقام الأدلة، بل بالشبهات. أي شبهة تكون عندنا فإنه نضرأ بها الحد. حتى قال الفقهاء لا يقام حد على فقيه، لأنه سوف يدعي شبهة من الشبه تمنع القاضي من إيقاع ذلك الحد عليه. وكان سيدنا عثمان، ويروى عن أبي بكر، ويروى عن عمر أيضا فيما أخرجه ابن شيبة في المصنف، في مصنفه، كان إذا أتي بسارق ليقطع يده يقول له وهو قاضي وهو حاكم: أسرقت؟ قل لا. يقول ويلقن السارق حجته. وبعض الناس يتعجب، هل يأمره بالكذب؟ الولد وهو يقول لا يقوله بناء على أمر القاضي له أن يقول لا، فهو لم يكذب. والقاضي يقول هذا لأنه عرف موقف الشرع من هذه العقوبات، وأن الأساس فيها هو التنفير وتعظيم الجرم، وليس الأساس فيها هو إيقاع العقوبة والأذى بهذا الإنسان، فيترك له فرصة للتوبة. جاء ماعز الأسلمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله زنيت. فأعرض عنه كأنه لم يسمع. سيد الخلق هو حجتنا، هو مثالنا، وليس الأخ فلان ولا تركان، سيد الخلق هو قدوتنا. هذا ماعز رضي الله تعالى عنه جاءه من الناحية الثانية بعدما أشاح وجهه عنه هكذا: يا رسول الله زنيت. فأشاح عنه وجهه مرة فثالثة فرابعة، ولما رأى إصراره قال:
لعلك قبلت، لعلك فعلت كذا وكذا ولم تزني، وقام وانصرف. فأتاه مرة أخرى: يا رسول الله زنيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمجنون أنت؟ وأحاله إلى الكوميسيون الطبي. فجاء قوم من قبيلة الأسلمي دي، ماعز الأسلمي، أسلم: تعالوا يا جماعة، الواد ده مجنون مش كده برضو؟ يعني عايز يعرضوا على الطب النفسي علشان يبرئوا ويقول أيوة ده مجنون حتى لا يقام الحد عليه. جلسوا وقالوا: يا رسول الله، هذا أعقلنا وأذكانا وأحلانا. ولم يعد هناك بد من إقامة الحد على هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماعز ذهب وأخذ من أجل حد الرجم كما هو وارد في الشريعة. فعندما جاءته الحصى قال: لم أفعل، وقام وجري من الحفرة. فجروا وراه وقيدوه وقتلوا. وعاد عمر وقال: أرأيت يا رسول الله ما فعل ذلك التعيس؟ قال: من؟ قال: ماعز. قال: إنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. قال: إنه يقول لم أفعل. قال: وماذا فعلتم فيه؟ قالوا: قتلناه. قال: هل لا تركتموه؟ وأخذ الفقهاء من هذا أن العاصي يرجع في إقراره حتى بعد المحاكمة، حتى بعد صدور الحكم. قال: لم أفعل حتى ولو كذبا. فقال: هل لا تركتموه؟ هذه صورة الإسلام، وهذه صورة المسيحية، وهذه الشروط التي لا يعرفها كثير من الناس، وهذه هي الطريقة التي عاش بها الصحابة والتابعون، حتى إن مصر لم تقم حدا منذ أكثر من 1000 سنة. بعض الناس يعتقد أن الحدود قد ألغيت مع ثورة يوليو مثلا أو مع محمد علي باشا. لم يحدث هذا منذ 1000 سنة، لم تقم الحدود في مصر. أو كنا كافرين منذ 1000 سنة؟ نحن على الإسلام وما زلنا على الإسلام منذ 1000 سنة. والذي يريد أن يتخذ من الحدود تكأة أننا غير مسلمين، ولذلك فلا بد أن يأتوا ويستولوا على الحكم من أجل أن يجعلونا مسلمين، هراء وضد الحقيقة والواقع. نحن مسلمون وبلد إسلامي منذ الإسلام الأول وإلى اليوم، لم نترك دين الله. أما قضية الحدود فهي قضية لها تفاصيلها، نحن نريد أن تكون رؤانا رؤى إسلامية، أن تكون أهدافنا أهداف المسلم الذي يعبد الله ويعمر الأرض ويزكي النفس. نحن نريد أن نحب العالم وأن يحبنا العالم. نحن نريد أن نكون أسوة حسنة، شهداء على الخلق، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.